أكمل لكم حكاية سعد الموجي وبداية مشواري مع المرحوم الشيخ إمام. أما سعد الموجي جالي في قابلني في قهوة البرلمان الساعة 10، خدني وروحنا الغورية مشي، ما كملناش ولا حاجة، مشي من العتبة لغاية ما خشينا الغورية وخشينا إيه شارع حوش آدم. حوش آدم ده ما تحسش إنك اتنقلت في المكان، بس في الزمان الجو المحيط بيك، الحارات المملوكية والبلاط المملوكي، وبعدين قد إيه سعد الموجي ده محبوب في حوش آدم. الناس هو يعدي يروحوا واقفين، اتفضل يا باشا اتفضل، حب حقيقي. فيعني قلت الله والله ده جميل قوي. رحنا طلعنا على بيت الشيخ إمام، بيت كده ضيق، السلم عامل زي حكاية الهرم. الفراعنة كانوا عاملين عشان تخش الهرم تبقى موطي، يا إما دماغك هتخبط في البتاع في الحيط، فالسلم برضه معمول كده تطلع موطي موطي موطي. طلعنا لقينا شقة كده، باب شقة كده، ما اسمه باب شقة يعني، لما شقة ما هوش باب ولا حاجة. ولقينا واحد قاعد ومسك في بقه بتاع بينفخ فيها بتطلع نار، فبيلحم صيغة خواتم وحاجات زي كده، وشعره كده كبير، شكله مهيب الحقيقة. وبعدين لما سعد اللي دخل بالزفة دي والاحتفاء ده، قال له مساء الخير يا أبو حميد، قال له أعلن. فبدأت أتنبه لخطورة الراجل ده، وبدأت أحترمه أتخاف منه، وبيقول الكلام مقتضب، قال له مالا مولانا فين، قال له هتلاقيه فوق. وراح قايم هو وادي دماغه من الشباك كده وقال يا إمام. إمام ده الناس بتقول يا مولانا. وبعدين أنا قعدت أنا أبص له، وكل ما ده أتضاءل أقول ربنا يسترها بقى. وجه الشيخ إمام بقى وخش الحمام. الشيخ إمام كان بياخد دوش ساقع كل يوم شتاء وصيف، الصبح لازم ياخد دوش ساقع. قعد الشيخ إمام، وبعدين ده اللي قاعد ده كان محمد علي، ده اللي عم رعبني ده، راح قايم كده قال حد عايز حاجة من الأرزخانة؟ قلت له تعالى تعالى تعالى، أنت بتقول إيه؟ قال لي حد عايز حاجة من الأرزخانة؟ رحت طاخ على الأرض، ده أنت مفكك مصاصلي، أرزخانتي إيه؟ انفجر هو حتى ضحك ونزل. وده محمد علي تالتنا بقى اللي عشنا مع بعض الله يرحمه ويرحمه. سعد الموجي قال للشيخ إمام الأستاذ أحمد فؤاد نجم شاعر الإذاعة والتلفزيون، أنا بروح إذاعة وبروح تلفزيون، أتاري دي يعني جواز المروف؟ قال لي أهلا وسيهتم بيا يعني. وبعدين راح منزل العود من على الحيطة، فمال الدنيا غبار غبار الرفيع ده، واضح إن العود ده بقاله 20 سنة ما حدش لطه. وبعدين مسك حال العود قاعد يدوزن فيه، الدوزان ده يعني ممكن ياخد كتير 10 دقايق، قاعد يدوزن في العود ساعة ونص. لكن لما العود لما بدأ العود يتظبط وبدأ هو يداعب العود انتبهت، ده عازف عظيم، حسيت إن أنا قدام أستاذ. وقال لي إيه؟ أستاذنا بقى يحب يسمع إيه؟ كلمة أستاذنا دي كانت أول وآخر مرة تتقال لي، محدش قال لي أستاذنا تاني إلا الشيخ إمام. قلت له يا ريتك تسمعنا حاجة لعم الشيخ سيد درويش أو عم الشيخ زكريا. قال لي يا حبيبي طب تعالى جنبي هنا. قعدت جنبه، وأول ما غنى غنى إمتى الهوى يجي سوا وارتاح ولو في العمر يوم. الغنوة دي من كلمات يونس القاضي. يونس القاضي ده كان شاعر غنائي، لكن كان فيه خاصية إن كل نص بيكتبه بيكتب فيه جملة تبقى تجري مجرى الأمثال، يعني إمتى الهوى يجي سوا، الوداد روح المحبة، له كده يونس القاضي. فغنى الشيخ إمام بقى إمتى الهوى جنني، أنا بموت في الغنوة دي، ودعم عم الشيخ زكريا وأم كلثوم. إمام قال أحلى من أم كلثوم، أنا كمؤدي عظيم. وقعدت وهو كمان فوجئ بيا إن أنا برد مطرح البطانة، برد صح وبغني صح. فبدأ وشه يحتكسوه السعادة كده، وسعد الموجي قاعد هو عنده بيته جوه، بيت الشيخ الموجي جوه، ومراته كانت الله يرحمها جمالات زيادي مذيعة في الإذاعة المصرية، وعياله جم. ينزل بقى إمام قاعد يغني من الساعة 2 الظهر لـ2 الصبح، وأنا على جنبه ونغني. أنا كنت ساكن في بولاق الدكرور، كنت واخد شقة بـ2 جنيه، قدامي البيت بتاع صاحبة البيت برضه ساكنة بيت قدامنا، وبنتها عبلة دي طول النهار واقفة لي في الشباك تعمل لي كده وتشغلني، ما اعرفش بتروح المدرسة امتى. وبعدين يعني قلت لها، قالت لي على فكرة البيت اللي انت فيه ده ماما كاتبه لي، وماما كاتبه لي البيت اللي احنا فيه، وماما جايبه لي مش عارف ايه، والصيغة اللي عندي. قلت لها طب يا عبلة ما تلبسي الصيغة اللي عندك وتيجي ننزل نروح السينما سوا تفرجينا على الصيغة. قالت لي لا نكتب كتابنا الأول. قلت لها مش هروح معاك السيما.
جت ده حكايه الشيخ امام دي. فسالت محمد علي، محمد علي لقيت قوي ورد وقلاطه. قلت له محمد وانا اقدر ابات هنا؟ قال انت هتقدر تبات في اي حته. رحت ماسك المفتاح بتاع بلاوته كله، رحت حاطه في الشباك خلاص. نزل في بيت شيحه جمال الدين الذهبي اللي هو انتيكه دلوقتي. شيحه جمال الدين الذهبي ده كان شهبندر تجار مصر المحروسه على ايام الفاتح محمد علي باشا. وبعدين بقى قعدنا اسمع منه، سمعني كنوز وفيض بحر من النغم والغنى. وهو فقي يعني، هو تلميذ الشيخ درويش الحريري اللي هو استاذ عبد الوهاب واستاذ عبد الشيخ زكريا واستاذ عبد الشيخ علي محمود. البلاوي السوداء دي اللي عملت الموسيقى العربيه، النغم العربي ده. وبعدين لغايه بقى ما قرر، انا كنت كاتب اغنيه كان خدها بليغ حمدي وكان قالوا في الاهرام ان هتغنيها ام كلثوم، ده منتهى امل اي حد ام كلثوم تغنيه. بعد كده ببص على غنوة شديدة التفاهة، يعني ما بين ده قال وده بيقول، محيرني في هواك على طول، تغيب عني يا دوب ساعتين، تجيني بكلمة قالها عزول، ويتمد العتاب ليلتين في قولنا وقال وشرح يطول، محيرني ومتحير وكل دقيقة تتغير عشان ده قال وده بيقول. قال ده كنت بضحك عليها بعد كده، لغاية ما جيت أنا كتبت للشيخ إمام أول غنوة اللي هي البكرية، مسميها البكرية دي. كنا قاعدين عند سعد الموجي، كانت الحاجة الله يرحمها ويحسن إليها الحاجة مساعدة دي، ما كانت تطبخ كل الحارة تاكل، فكانت طبخة عاملة عكاوي وكوارع وبتاع. فقال يلا نتعشى هناك، خدت إمام ورحنا هناك وقعدنا بقى. وبعدين لقيت سعد الموجي بيقول إيه، كلنا شوق ولهفة للمولود الجديد بين مولانا الشيخ إمام والأستاذ أحمد فؤاد نجم. هو كنت انا مدي ما بين ده قال وده بيقول ده للشيخ امام، ما لحقناش طبعا. فهو قال رد على سعد، قال لي معلش انا وحش. قلت له ليه وحش ليه؟ قال لي قلت له قطع المعاك ده، قطعها ارميها في الارض وانا هكتب لك غيرها. كانت دي البدايه. راح سعد الموجي مطلع فتح الشنطه التلفزيونات بتاعه ومداني رزمه ورق مسطر وقلم، قال لي اتفضل. رحت كاتب انا توب عن حبك، انا ليا في بعدك هنا، ده انا بترجاك الله يجازيك، اشغلني معاك وشغلني عليك، من غبت سنة أنا برضو أنا لا أقدر أنساك، ولا ليا غنى ولا توب عن حبك أنا. ودي كان الشيخ إمام الله يرحمه مسميها البكرية. وبدأنا من الغنوة دي عشان نعمل بقى البلاوي السوداء اللي حصلت دي، الله يرحم الجميع.